رجعنا لكم من جديد على راديو كابا فام، تحية لكم مرة أخرى. توا مضيت 3:13 على راديو كابا فام، شهية طيبة متواصلة معكم حتى للخمسة تاع العشية. وصلنا توا لفقرة تاريخ دبارتنا مع نور الهدى باشا. تاريخ دبارتنا مع نور الهدى باشا. أهلا وسهلا نور. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. يعيشك أشرف، ومرحبا بسيدة المستمعين معانا في الموعد المتجدد في تاريخ دبارتنا من كل جمعة. عايش عنا رسالة اليوم. اليوم باش نحكيو يا أشرف على شرمولة إصفاقسية. وعليش اخترنا اليوم باش نحكيو على الشرمولة؟ على خاطر الحقيقة سبيسيال في الأيامات ذوما، سورتو العشر أيام الأخرانيين متاع رمضان، بدينا نشوفوا هكا في أجواء العيد قاعدة تظهر والاحتفالات بديت عاملة الحلو. لاحظتوش حاجة المرة هذه طول قالتها ما غير لا سيسبانس، ما غير لا تشيح لنا ريقنا، ما غير لا تقول لنا غير ما دعوا نقعد ونستناو شنية الاخبار نتاع اليوم. ما تعبتكم سمعي. شافتنا تعبين رمضان بدا يعقب كما نقولوا نحن. الدبارة هاتي الدبارة طول يا عايش. باش نعطيك الدبارة طول. كما قلنا اليوم معناتها الايامات هذوما سورتو العشر ايام والجمعة الاخرى نتاع رمضان، بدينا نشوفوا في ملامح الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وان شاء الله يا ربي عيد مبارك علينا الكل. امين. دونك والوصفة هذية ولا الغوسيت بتاع اليوم مربوطة برشا بمنطقة تونسية واللي هي عندها فيها تقاليد كبيرة في العيد، ومربوطة بالشرمولة واللي هي صفاقس. تحية لأهالي صفاقس الكل. أكيد يا أشرف. واللي العيد عندهم متسمي على شرمولة كما نقوله، وما فماش عيد بلاش شرمولة وحوت مالح. الحاجتين هذوما يتحضر لهم طول العشر أيام الأخرانين ولا الجمعة الأخرى متاع رمضان، وتوا نحكي لكم علاش وكيفاش. أشنية هي الشرمولة؟ يقول القائل في العشرة أيام الأخرانين من شهر رمضان الأسواق متاع صفاقس تولي فيها حركية كبيرة على غير العادة، وهذيك على خاطر فما إقبال كبير على شراء الحوت والزبيب اللي هو العنب الشايح. وكي نقولوا الحوت نحكيوا على انواع معينه كيما معناتها القاروس والبوري والمناني. واساس تحضير الشرموله هي في الفاز الاولى نحكيوا على انه يقطعوا كميه كبيره نتاع بصل. نقولوا كميه كبيره اشرف راهو بالحق معناها كيلويت تعمل طنجره. كيلويت يعني هو بصل. يعتمد بالاساس على البصل. هذايا كم مكون اول خلينا باش نحكي بصعيب شويه. دونك نحكيو على كميه كبيره من البصل. تتقطع تتحط في مقفول ولا في قدر كبير. نزيدوه شويه زيت ونخلوه يتهرى ويطيب سله سله بالباهي بالباهي. ايوه. دونك بصل عباره باش نردوه كراميليزي نقولوا نحن. فهمت باش يخرج هكا الحلاوه نتاعو. اول مره نسمعها الكلمه. بصل كراميليزي. كراميليزي في تم في الطريق. كالعاده جعت. لا بالبصل جوات. نحطوها على نار هاديه لمده ساعه كل يوم طيله العشر ايام ولا الاسبوع الاخر هذايا. في الاثناء اون باراليل الميكرو نور ديما خليك قريبه للميكرو. تفضل. اون باراليل نحضروا زبيب نرحيوه نفخوه في الماء بالقدا بالقدا مديده باهيه ونصفيوه باش نتحصلوا على كميه باهيه نتاع عصير. والعصير هذا يبدا مركز بالقدا هكا كونسونتري. نزيدوه للبصل والتوابل نتاعو ونخليوهم يطيبوا مع بعضهم سله سله مع التحريك بالقدا بالقدا والمتواصل لين تولي عندنا صوص عاقده متماسكه ولونها غامق. واضح. جميل جدا. اي باه هذايا الشرموله. اي مع الشرموله ما تتاكلش وحدها، هاي تتاكل مع الحوت المالح. ايوه باه. الحوت المالح هو شنو؟ شنو هو؟ في اي نوع حوت؟ لا مش اي نوع، كما قلنا يمشيوا العبيد الاكثر حسب العاده ديما نحكيوها، يمشيوا للقاروس والبوري والمناني. شنو يصير؟ في الايامات هذوما من رمضان السوق نتاع الحوت في صفاقس تولي فيه حركيه كبيره. علاش؟ على خاطر الحوت يتباع مملح وشايح حاضر ما فيهش ماء قبل بيامات من العيد، والناس يشريوه بتة نقولوا احنا بالمزايده. فهمت؟ اوكي. بدليله ما يتباعش بالكيلو هكاكا ولا لا. خاطر ياخذوا العبيد العائلات ياخذوا دي ياخذوا كونتيتي كبار معناها. اوكي مفهوم. دونك يشريوا معناتها الحوت هذايا مملح وشايح حاضر من سوق الحوت ويغسلوه بالقدا بالقدا ويطيبوه في المسخوق.
هذايا هو الحوت المالح وهذايا هي الشرمولة. واضح. نجيو تويكا للبوت ما بين معناتها الهدف ما بين هالمزيج ولا الميكس هذايا ما بين الشرمولة والحوت. المزيج هذايا كي ناكلوه نتاكل مع الخبز هذايا حسب العادة شنو تقول. أي. والحكمة منه انه يخلينا نحسوا بالعطش بعد ما ناكلوه. هذا بالضبط خاطر تشوف نحسوا بالعطش. اشرف نجمو نعوضوا كميات ونشربوا برشا ماء دونك باش نعوضوا كميات الماء اللي خسرناهم طيلة شهر رمضان في الصيام. يعني هو الغرض منه الماكلة اللي تكون مالحة برشا الغرض منها انك تشرب برشا ماء باش تعوض كمية الماء اللي واحد ما استهلكها ما شربهاش في رمضان. في رمضان. داكوغ. ويقول القائل اللي اصل اكلة الحوت المالح هذيا يرجع لقديم الزمان وقت اللي فما بحارة خرجوا من البحر عندهم برشا معطس كمية صيد وفيرة لكن ما تبع لهمش وما جاوهمش الناس باش يشريو على خاطر النهار ذيك صادف اخر نهار في رمضان والعبيد في العادة يشريو اللحم باش يطيبوا ما لذة وطاب في العيد دونك ما جاوش وما شريوش الحوت. ياخي فما بحارة طيشوا كميات كبيرة من الحوت متاحهم لكن فما بحارة كانت عندهم الفتنة ومشيوا شيحوا الحوت متاحهم وملحوه بنية انهم يخبيوه ويخزنوه لبعد العيد باش ينجموا ياكلوه. لكن اللي صار انه لحظة هذا وين هذا؟ هذايا نحكيو هابشن باهي تفضل خذ راحتك باش يخزنوه وهذايا معناتها هو كان السبب في انه تجينا فكرة انه الحوت الملح او الحوت المصبر كما بالضبط. نجيو تويكا للمكون الثاني واللي هو الشرمولة الحلوة اللي كنا كما نقولوا قبيلة تتكون من البصل ومزبيب. دونك البصل والزبيب اللي احنا قليناهم الجو متاع الزبيب مش الزبيب في حد ذاته واللي قليناهم وكل شيء تقول الرواية اللي هي ترجع في اختراعها البحار اسمه تشارلز مولا والسيد هذية كان بحار تكسرت السفينة متاعه في الوسط البحر وهو ما كانش عنده قوت عنده كان ساشي فيها كعبات زبيب. اي مشي غلى كعبات زبيب بيذوكم في الماء وقعد يكونسومي فيهم باش تعطيه شويه سكر باش ينجم معناتها يقاوم البحر والقارب المكسر نتاعو لين وصل لسواحل تركيا. ومن غاديكا تتسميت الاكله هذية من تشارلز مولا لين بديت توصلنا وصلت لنا كلمه الشرمولة. دونك على مر الزمان فلترت كل مره ينقص حرف صحيح وكل ما نعرفش انا قبيله ولا كل بلاصه تزيدها بتنطق بطريقتها ولين وصلت لنا احنا بالشرمولة. صحيح. وعلاش شخصيه اليوم للشرمولة؟ وفي عهد الدوله العثمانيه جيتنا من الاناضول لتونس وكانت موجوده برشا في برشا مناطق ساحليه راه اليوم موجوده الشرموله في جربه في مستير في كذا لكن معلش تسميه بس فقسيه عندها تقاليد كبيره فيها وعندهم طريقتهم اصلا الطريقه الصفقسيه تختلف في الاكل على جربه وعلى مستير وهم يعني هم في عادات صفقسيه انهم ياكلوا الشرموله نهار العيد ومعها الحوت المالح وهما الحوت المالح علاش خموا باش ياكلوا معها الشرموله علش. على خاطر لقاو انه الحده نتاع الملح نتاعو لازمها حاجه تعمل ايكيليبر لازمها حاجه ترد متوازن في المذاق دونك ولاو كي ياخذوا ترانش خبز تحط الحوت وتحط معاه الشرموله هذيك الحلوه كيف تاكلها فما مطعم هكا جو معناتها متوازن في فمه هو نصورها مطعمه بنين هو نصور أكيد. المطعم اكيد بنين لكن للناس اللي هل تاكل المالح ولا ما تاكلش انا اسالك راي انت من احباء الماكله المالحه ولا لا شويه مش برشا معناها لازمني صحيت لازم ديما انت كرياضي انت كرياضي مثلا الماكله المالحه او الملح بصفه عامه لا 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 ماذا بك تقلل منه لا اما ناكل ملح معناها لازمني نعدل الصوديوم تاعي في النهار فهمت يعني ناكل بكونتيتي مش طريقه اللي يخليك تعطش من اول لا 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 بين 6 جرامات 8 جرامات 9 هكاك فهمتني خاصه هذوما تحسبهم خاصه بريد تقرب الكومبيتيسيون لازمني نعدل الملح بالبيت كي تحضر المسابقه والكومبيتيسيون يولي بالجرام بالرسم ولا حتى الملح بالجرام. انت من احباء الملح ولا لا؟ والله انا من محبي المالح والحلو مع بعضهم كيما هكا معناها اللي هي تلقاها عاده الاكثر في الكوزينة الاسيويه وانا نحب برشا الازياتيك خاطر فما الميكس ما بين الملح والحلو ما يعرفش جاير
لا لا أكد لك لي زعما أكد لك لي مجرد سمعني الجملة يعمل لي شيء لا لا ما فهم حاجات تركب مع بعضها فهم حاجات فهم حاجات تركب شيء فيها إيه فيها ما نجمش نكمل سمية وتريسة معناها صحيح تقصد على الحار والحلو أنت هو تقصد على المالح والحلو بالضبط هو الحار والحلو هو اللي يعمل الجاي مش المالح والحلو بالضبط فهمتي أشرف هذه هي حكايتنا أشرف وهذه هي دبارتنا وإن شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق مازالوا عندنا دراسات للعيد اي عنا حاجات احتفاليه باين انت الحصه الجايه انت الحصه الجايه محضره دباره والا تاريخ دبار مرجيه للعيد. تاريخ دبار تاريخ دبار تابع العيد دبار ديما موجوده اي باهي دبار ديما موجوده اما أي. التاريخ حاجه تابع العيد ولا اكيد ما نخليوها مفاجاه احنا لما وعدنا نهار ما دام قلت تابع العيد انا عرفتها شنو اي لا ما غير ما نحرقوا لها المفاجاه ما غير ما نحرقوا لها المفاجاه خليها منا نهار لحد نشوفوا احنا دبار شنو وتاريخها زاد شنو شكرا لك نور كانت هذه فقره تاريخ دبارتنا تاريخ دبارتنا مع نور الهدى باشا وصلنا معك نور لمرة 23 دقيقة بعد شوية باش تلتحق بينا الزميلة ملك الدوزي في الأخبار لكن توان خليكم مع الموسيقى والجو التونسي خليكم معنا ما تبدلوش لي فريكونس